انا رحت الكوافير حطوا له ماده ما اعرفهاش، قعدت اصوت اقول لها نفخ راسي، تقول لي اللي هيقعد في راسك ساعه. انا طلعت من اللي في راسي، طلعت قعدت اصوت بره والناس قالت لي، قعدت تطبطب عليا واعيط. الكوافيره ولعت في شعرها والعريس اتخلى عنها يوم فرحها. قصه ماساويه لعروسه فرحتها اتكسرت في اليوم اللي بتستناه كل البنات، وده بسبب واحدة ما عندهاش ضمير في شغلها، حطت لي مادة معرفهاش ومن بعدها حسيت بنار في راسي. بالجملة دي بدأت بنت اسمها شيرين من الإسماعيلية عندها 23 سنة تحكي اللي حصل لها يوم فرحها لما راحت مع سنايفها تعمل فردة شعرها عند الكوافير. شيرين قالت إن أول ما الكوافيرة حطت لها مادة الفردة على شعرها حست وكأن نار مسكت فيها، لدرجة إنها قعدت تصوت وتعيط وخرجت بره المكان، والناس اتلمت عليها وقعدت تواسيها على الوجع اللي هي حاسه بيه. في الوقت اللي كانت الكوافيرة واقفة ما حاولتش حتى تهون عليها ولا تفهمها في ايه بيحصل معاها، وكل اللي قالته لها انها هتفضل ساعة على الحال ده، وده بسبب تأثير مادة الفرد اللي حطتها لها. الكوافيرة مش بس كانت بتتعامل مع الموقف بهدوء، لا دي كمان كانت واقفة مع سلايف العروسة وعمالين يضحكوا عليها لحد ما العريس جه وخد البنت رجعها البيت اهلها. وكانت المفاجأة ان لما اهلها غسلوا لها شعرها وقع كله ولقوا المادة واصلة لحد جلد الشعر، ده غير حروق في وشها وعلى كتفها وظهرها. خسارة شيرين ما كانتش بس في شعرها ولا في الحروق اللي حصلت لها، دي كمان كانت في عريسها اللي كاتبين الكتاب وتخلى عنها وبوظ الجوازة وقال لها خلاص انا مش عايزك. شيرين قالت ان اول ما شافها عند الكوافير ما تكلمش، لكن بعد ما روحت وعرفته اللي حصل فص ملح وداب. اهل شيرين عملوا محضر في الكوافيرة ومصرين انهم مش هيسيبوا حق بنتهم اللي كانت رايحة للكوافيرة زي القمر مش محتاجة حاجة، وبدل ما تزودها جمال شوهتها. الكوافيرة اتقبض عليها وحاليا بيتم التحقيق معاها، ورغم ناس كتير اتعطفت من العروسة وطلبوا ان الكوافيرة لازم تتعاقب على اللي عملته، وخصوصا ان البنت حياتها اتدمرت، لكن في ناس تانية قالوا ان ممكن الكوافيرة يكون ملهاش ذنب وان العروسة ممكن تكون عندها حساسية من ناحية مادة الفرد مش اكتر. قولنا انت مع مين وانهي رأي فيهم هو اللي صح؟